بأمر من مدربه تشافي هرنانديز، نادي برشلونة يقرر رسميا تصعيد النجم المغربي نجم فريق ريديف برشلونة إلى الفريق الأول للمشاركة مع البلوجرانا خلال المباريات القادمة بعد إصابة نجم برشلونة جافي بقطع في الرباط الصليبي. قبل الدخول في التفاصيل عزيزي المتابع الجميل، أتمنى فضلا وليس أمرا الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك بيكم وبدعمكم سنستمر. ذكرت صحيفة إسبورتس الأسبانية اليوم أن نادي برشلونة قرر تصعيد عدة لاعبين من فريق الرديف إلى الفريق الأول، من ضمنهم النجم المغربي محمد مخلص الذي يعد أحد أبرز مواهب فريق رديف برشلونة. الجدير بالذكر أن هذا المغربي محمد مخلص انتقل إلى رديف برشلونة خلال شهر يناير الماضي قادما من فريق أندورا الأسباني، واستطاع المشاركة في كثير وكثير من المباريات خلال الموسم الحالي وتسجيل هدف وصناعة 7 آخرين. في نهاية الأمر كل التوفيق لكل النجوم المغاربة، وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى كل أسود الأطلس تتلألأ وتتألق في سماء الكرة الأوروبية رفقة أنديتهم العالمية.